اليوم حزب تقدم الاشتراكية يشارك في هذه الندوة، ونشكر بالمناسبة الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء حول موضوع مهم جدا وهو الأحزاب السياسية ورهان الانتخابات المقبلة. بالنظر لما ينتظرنا السنة القادمة أي سنة 2015، والتي انطلق التحضير لها منذ مدة، أي إعداد القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، لأننا في مرحلة استكمال البناء الدستوري والبناء المؤسسي. هناك مؤسسات الآن منتخبة في إطار الدستور السابق، دستور سنة 1996، وهناك مؤسسات منتخبة طبقا للدستور الحالي. هذه السنة ستكون سنة لاستكمال جميع المؤسسات، يعني مجالس الجماعات، الجهات، مجالس العمالات والأقاليم، استكمال ورش الجهوية. كل هذا المسلسل سوف يختتم بانتخاب مجلس المستشارين، حتى نكون مع نهاية شهر شتنبر قد استكملنا هذا الورش المؤسسي بطبيعة الحال، وانتخبت كل الأجهزة وكل المؤسسات المنتخبة طبقا لدستور 2011.